مرحبا استاذ عبد الرؤوف احمد، كثير بدي اتشكرك انك موجود معنا اليوم وانك قبلت تطلع معنا. بدي اذكر انه الاستاذ عبد الرؤوف كان احد الاشخاص يلي رابطه عملت معه المقابله من قبل. هو لاجئ سوري موجود بالدنمارك، تم سحب الحمايه عنه وارساله الى احد مراكز الترحيل وتفريقه عن ابنه، ولكن نحن اجانا خبر جدا مفرح انه رجعت انفتحت قضية الاستاذ عبد الرؤوف، ونحن اليوم موجودين معه لحتى نعمل معه ندردش معه ونسمع منه اكثر عن حيثيات الموضوع ونفهم كيف انفتحت القضية. فشكرا لك كثير استاذ عبد الرؤوف، واولا نحن بنبارك لك انه يعني قطعت جزء من الطريق، وان شاء الله عقبال ما يعني تجتمع مع ابنك كليا وترجع لحماية لإلك بالدنمارك وتكفي حياتك بأمان الله. أستاذ عبد الرؤوف، فيك توصف لنا بالضبط القرار اللي إجاك، وبناء على أي أساس رجعت انفتحت قضيتك؟ أنا اشتكيت للمنظمة الدولية، وشي بشكرك، بشكر الكادر اللي عندك، وبشكر السادة المشاهدين. ونفس الوقت يعني أنا من 22/4 جاني رفض وترحيل من البلد، وعطوني مهلة شهر لازم أطلع برات البلد. أنا ما فيني أطلع برات البلد لأني يعني هن بدي يرجعوني على سوريا، وأنا مطلوب بسوريا. ورجعت على سوريا يعني موت. يعني أنا جيت للدنمارك وطلبت من الدنمارك اللجوء والحماية الإنسانية والحماية، لأني أنا مضطهد ببلدي. واحدة تاني واحدة نظام قاتل مجرم سفاح ما خلى شيء ما يعني أساءه لشعبه. ونفس الوقت يعني أنا طلعت من البلد مالي نظامي، طلعت من البلد تهريب. وبعد بفترة زوجتي توفت بالأحداث، يعني قبل ما تجي لعند أمي بلم الشمل تقريبا شي 20 يوم، وابني ضل تحت القصف تحت الضرب كمان تقريبا 6 شهور حتى جبته لم شمل، وجبته عمره 12 سنة وربيته وتعبت عليه وخليته يندمج وعم يدرس، وهلا هو طالب جامعة. وأنا اللي ساويته يعني لحالي، كنت أب وأم له، حاولت قدر الإمكان أنه حافظ على الهدوء وعلى البيئة وعلى التربية الصحيحة. والحمد لله رب العالمين، الله ساعدني ووقف مني وهذا الشيء. فإجاني الرفض، أنا عطوني مهلة لازم أنه تطلع بعد شهر. أنا ما فيني أطلع، وين بدي أروح؟ ما في مكان، ما في أي مكان تاني روح عليه، ما في أي مكان تاني روح عليه. هن بدنا نروح على سوريا، سوريا عم بعتوني هني على الموت. يعني أقول له إن إحنا أنا بعتك تروح تموت هنيك، لا أنا خليني موت هون، بعرف حالي هون. يعني لا حفوت على سجون سورية، سجون النظام، اتعذب أو انعدم أو إلى آخره. فهذا الشيء يعني عم يبعتوني على التهلكة. طب ما أنا جيت لهون طالب الحماية، طالب اللجوء، طالب أنا هارب من الظلم، هارب من الاستبداد، هارب من شيء إنه يعني ولا إلي أي حق من حقوقي كوني كإنسان. أنا بهديك البلد. طيب شو تتوقع هلأ الخطوات التالية؟ يعني حضرتك لسه لهلأ موجود بأحد مراكز الترحيل، ما هيك؟ أنا نقلوك من مركز لمركز؟ لا، نقلوني من مركز الترحيل، هو شي حطوني بكم كتير كتير صعب، في من يعني من الناس اللي يعني معاملتهم الموجودين هناك سيئة، يعني اللي من هون اللي يعني بقسم تقريبا شبه مجرمين، يعني عرفت شلون، ونسبة منيحة. بعدين نقلوني على كم تاني كمان مسكر، يعني سجن 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 بكل معنى الكلمة. يعني إذا بدك تطلعي على الباب البراني بدك تعطي الهوية للكونتو، وبدك تعطي الهوية للهجرة، إنك أنت طلعتي بالساعة الدقيقة بالدقيقة كذا ورجعتي بالدقيقة كذا.
وكان كل 14 يوم بس يومين إجازة يقدر يجي يشوف ابني فيهم، أقعد أنا وابني فيهم. فهلأ أنه فتحت قضيتي الحمد لله رب العالمين، المحامي موجود، وإن شاء الله مستنى أنه موعد المحكمة. ولا أنا بكم مفتوح، كم مفتوح بإمكاني أنا مثلا إجي لعند ابني يعدي مثلا 4-5 أيام بدي أرجع كم، بإمكاني كمان بدي أجي 4-5 أيام بدي أرجع كم كمان، يعني كم مفتوح مو مثل حكاية كم هذاك المغلق. طيب هلا شو الخطوات القادمة؟ يعني نحن هلا ما فينا نعتبر انه صرت ببر الامان، صحيح؟ لا لسه ما صرت ببر الامان، لسه انا ساعتني ما صرت ببر الامان، بما اني ساعتني بالكم، لانه بدنا نستنى فتح القضيه، فتحت القضيه بدنا نستنى جلسه المحكمه. موكل محامي الاستاذ نيلز، كثير من المحامين الشاطرين، من اللي بحب اللاجئين، كثير انسان محترم، كثير انسان بكل معنى الكلمه، يعني بيساعد قدر الامكان، يعني تشوف عنده وسيله يقدر يساعدك فيها بيساعد فيها، كثير انسان محترم. وان شاء الله عم نستنى جلسه المحكمه لحنا، وجلسه المحكمه هي القرار النهائي، يا اما تعديل للجوء يا اما رفض. لو اعتبرنا انه القضيه ما رجعت انفتحت، شو كان حيبقى الحل؟ هل كنت رح تبقى قاعد بالكامب؟ هل كنت ممكن ولو للحظه تفكر انك ترجع لسوريا؟ لا انا مستعد، انا هون موت هون ولا موت هنيك تحت التعذيب وتحت وبالسجون وبالاقبيه، يعني برجع بقول لك انه نظام ما عنده رحمه، نظام ما عنده شفقه، ما عنده حس بشعبه، ما عنده حس بالناس اللي هم اللي يعني 25 مليون نسمه، يعني تشنطت منهم 14 مليون نسمه، 15 مليون نسمه، من عدل اللي مات، من عدل اللي بسجون، من عدل اللي في منهم مات ما حدا بيعرف عنه شلون ماتوا بسجون النظام. نظام مجرم، نظام ما عنده اي تقدير للانسانيه. بالنسبة لإلك هلا إذا بنحكي، ليه بتعتقد إنه كانت يعني الحكومة، يعني حضرتك عندك إثبات وعم تقول إنه أنا مطلوب بسوريا، ليه بتعتقد إنه كان في إصرار إنه لا بدهم يسحبوا عنك الحماية ويرجعوك؟ هو لأنه هلأ صار عمري أنا تقريباً 61 سنة، يقول لك هذا رجل كبير، فاكرين حالهم مثل أوروبا، يعني أنه هذا الرجل صار عمره 61 سنة، نعطيه بنشيون، منريحه، منعمل له خدمات، منعمل له كذا، من واجباتنا اللي عليها، اللي إنا عليها واجبات علينا بدنا نأدي له إياها، فاكرين أنه سوريا مثل حكاية الدنمارك أو مثل حكاية أوروبا. هذا الشيء ما عنا فيه بسوريا، ما عندهم كبير غير الجمل، إن كان عمرك 60 سنة وإن كان عمرك 100 سنة بتفوت على الأبو، بتفوت على السجن، ما بتطلع لحتى تموت. فكرة أن إذا في حالات تانية بتعرفها كمان السوريين كانوا معك بالكامب رجعت انفتحت قضاياهم؟ رجعت انفتحت قضاياهم الحمد لله رب العالمين، أخذوا سياسي 7-1، أخذوا أقوى من كانوا موجودين من قبل، لأنه في إثباتات وفي دلائل إنه عم تثبت إنه النظام مجرم، يعني في المحامين عم يقدموا دلائل، ولحنا عم نقدم دلائل، ولحنا نفس الوقت عم نطلع على شاشات التلفزيون عم نتهم النظام، ما أنا عم نتهم النظام، هذا واقع، هذا واقع، النظام عم يقتل بالشعب، النظام عم جوع الشعب، النظام عم يحط الشعب بالسجن، أي واحد عم يحكي كلمة صغيرة مباشرة عم يطلبوا على التحقيق. هي فنان قدير عباس النوري حكى أنه يعني تعبنا، كلمة تعبنا شو فيها؟ ما في شيء، أنه تعبنا، نحن تعبنا،
استدعوه على التحقيق واستدعوه وبدنا نحطوه بالسجن وبدنا نحطوه، يعني هذا الشيء يعني مين فينا بيقول تعبنا؟ يعني أكيد. مين فينا ما بيقول تعبنا؟ عمو، شو آخر شيء بتحب تقوله؟ يعني شو أمنيتك؟ شو بتتمنى؟ يعني أنا بطلب يعني المحكمة تنصفني وعدالة، وأنا اللي صفينا اليومين ثلاثة من عمري قضيهم أنا وابني الطفل يلي هلأ صار عمره 19 سنة. يعني أنا انحرمت زوجتي وانحرمت بعدي عن أولادي، بعدي عن أولادي، وانحرمت أشياء كتير أنا مقابل إنه بس إيش بأمان، إيش بأمان. عارف حالي إنه حط نام ما تجيني قذيفة، أنا متساوي بحرب، أنا متساوي بحرب. أكلت إصابات، أكلت إصابة برجلي، وأكلت إصابة براسي، وأكلت إصابة ببطني، أتصاب. يعني أنا مثلا بآخر 2011 شفت طفل عمره 11-12 سنة مسدود بالأرض والدم لابسه لبس، نزلت من سيارتي حملته حطيته بسيارتي وركبت فيه على المستشفى. أنا على باب المستشفى أجتني قذيفة، تصوبت، أنا عم بسعف طفل، أنا عم بسعف طفل، تصوبت على باب مستشفى وتصوبت، وركضوا الدكاترة بدهم يعالجوني. قلت لهم الطفل أبدا، هذا طفل، هذا أبدا الطفل، أنا إذا متت معليش بس هذا الطفل ما يموت، هذا الطفل لسه الحياة قدامه. طبعا أكيد، يعني ما في حدا لما هو مضطر، ما في حدا بيترك بيته. السوريين اللي اضطروا يتركوا بيوتهم هن أجبروا على هذا الموضوع، وهن طالبين للحماية والأمان أكيد. فأنا أنا ببيتي إجت قذيفة على بيتي وتصاوبت ببيتي، يعني أنا قاعد بالمطبخ أنا وولادي ومرتي وولادي. يعني الفضل من الله إنه كانوا البنات عندي بغرفتهم والمدام عندي كانت بالحمام، وأنا قاعد بالمطبخ، إجت القذيفة من شباك المطبخ وتصاوبت. أنا الوحيد اللي تصاوبت من عائلتي، وتعالجت وطلعت على على لبنان كملت علاجي. الحمد لله على سلامتك. يعني نحن ان شاء الله نتمنى انه ما تضطر انك تفترق عن ابنك ابدا. نحن بنتمنى انه قضيتك، يعني انك تربح القضيه وانك يعني تكفي حياتك بسلام وبكرامه مع ابنك، لانه هذا ابسط حق ممكن انت تطالب فيه. أنا بدي أتشكرك عمو كتير، بدي أتشكرك إنك كنت معنا اليوم، بدي أتشكرك على وقتك، وبدي أتمنى لك التوفيق. ألف شكر إليك والكادر اللي عندنا منك، والله يوفقكم، والله هيك بجاه النبي ينصرنا وتهدأ سوريا وترجع الأمور كما كانت عليها من أول. إن شاء الله يا رب نطلب من الله عز وجل الأمن والأمان لجميع أمة محمد أجمعين، جميع البشرية كلياتها. شكرا لك، شكرا لك عمو، شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك يا عم، ألف شكر لك.